بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واصل حاليا؟ فلنبدأ بعون الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلاة وسلاما عليك دائمين متلازمين يا سيدي يا رسول الله، في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الفضلاء، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا، كل عام وحضراتكم بخير. ما أسرع الأيام في هذا الزمان، قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأيام في هذا الزمان نجد أنها سريعة جدا، لا بد أن ندخرها ولا بد أن نلتزم بما أمرنا الله سبحانه وتعالى، لأننا يوم القيامة نرى هذه الدنيا كأنها عشية أو ضحاها. فلنبدأ بعون الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة. طبعا زي ما احنا عارفين، نحن في هذه المحاضرة نتكلم عن أحكام تلاوة القرآن الكريم. فقد التقينا في اللقاءات السابقة وتكلمنا عن بعض أحكام التجويد، وابتدأنا من أول متن تحفة الأطفال إلى أن وصلنا إلى باب مخارج الحروف وصفات الحروف. تكلمنا عن مخارج الحروف وقلنا بأن مخارج الحروف 17 مخرجا، وهذا هو الرأي الصحيح والمختار الذي اختاره العلماء واختاره جمهور العلماء أيضا. وقلنا بأن المخارج العامة التي تخرج منها الحروف 5 مخارج: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. وعرفنا بأن الجوف له مخرجا واحدا، وأن الحلق له 3 مخارج، واللسان له 10 مخارج، والشفتان مخرجان، والخيشوم مخرجا واحدا. وتكلمنا عن هذا كله بالتفصيل في المحاضرة السابقة. بعد ذلك انتقلنا على صفات الحروف، وكلنا نعلم، من حضر معنا في المحاضرة يعلم كيفية استخراج أي صفة لأي حرف. نحن درسنا هذا كله بالتفصيل في المحاضرة السابقة، وقلنا بأن هناك صفات لها ضد وصفات لا ضد لها، صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. قلنا إن الصفات اللي لها ضد 5 وضدها 5، كما قلنا أن الهمس ضد الجهر، وخدنا حروف الهمس اللي هي فحثه شخص سكت. وقلنا إن حروف الجهر هي الحروف الباقية بعد حروف الإيه؟ الهمس. قلنا مهموسها فحثه شخص إيه؟ سكت. شديدها لفظ أجد قطن بكت. اتفقنا على الكلام ده ولا لا؟ وقلنا بأن الشدة لها حروف لي أجد قطن إيه؟ بكت. والتوسط وبين رخو والشديد لن عمر، اللام والنون والعين والميم والراء. طبعا احنا عرفنا الموضوع ده كله في المحاضرة السابقة علشان ما نطولش. إن شاء الله
فلنبدأ بعون الله تبارك وتعالى اليوم في موضوع جديد، ألا وهو موضوع من الموضوعات المهمة التي ينبغي على القارئ الاهتمام بها. لابد وأن نلتزم وأن نهتم بهذا الموضوع الذي سنأخذه اليوم، لأن هذا الموضوع مهم للغاية، ألا وهو موضوع التفخيم والترقيق. التفخيم والترقيق، إن شاء الله هنتكلم النهاردة على موضوع الإيه؟ التفخيم والترقيق. إيه هو التفخيم وإيه هو الترقيق؟ أولا، التفخيم لغة التسمين، بفخم الحرف يعني بسمنه، بيبقى فيه ضخامة في الصوت. أقول قال، أقول طال، ولا الضالين، وهكذا يبقى الحرف مفخم، يبقى فيه سمن، يبقى زي ما يكون مثلا واحد تخين واحد رفيع، يبقى التفخيم عامل زي ايه الواحد التخين، انما التنحيف او الترقيق عامل زي ما يكون واحد ايه نحيف او رفيع. اتفقنا؟ يبقى ان شاء الله هنتكلم النهارده عن التفخيم والايه والترقيق، عن التفخيم والترقيق. يبقى التفخيم لغه ايه؟ التسمين، لغه التسمين. واصطلاحا انك عباره عن سمن او قوه وضخامه تدخل على الحرف فيمتلئ الفم بصداه. كما اتفقنا، عباره عن سمن يدخل على الحرف فيمتلئ الفم بايه؟ بصداه. اما الترقيق لغه التنحيف، لغه ايه؟ التنحيف. واصطلاحا عباره عن نحول يدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بايه؟ بصداه. تمام، زي ما قلنا با او تا، ده طبعا حروف الايه؟ الترقيق. تعال ما نشوف الامام ابن الجزري قال ايه في الموضوع ده. الامام ابن الجزري قال حينما تكلم عن باب الراءات، لان طبعا اهم موضوع في التفخيم والترقيق باب الراءات. تعال ما نشوف الراءات كده. اول شيء، الورقق الراء اذا ما كسرت. يبقى اول شيء هناخده في التفخيم والترقيق حرف الايه؟ الراء. طبعا التفخيم هناك حروف في الابجديه قد تفخم تارة وترقق اخرى، وحروف مفخمة دائما وحروف مرققة دائما. اتفقنا؟ يبقى في حروف مفخمة دائما وحروف مرققة دائما، وحروف ايه؟ تارة تفخم وتارة ترقق. اتفقنا الموضوع ده؟ يبقى الحروف تنقسم الى ثلاثة اقسام، حروف تفخم دائما وحروف ترقق دائما، وحروف تارة تفخم وتارة ترقق. ايه الكلام ده؟ موضوع ايه؟ تعال ما نعرف. طبعا حروف التفخيم اللي هي حروف الاستعلاء اللي احنا خدناها في صفات الحروف، قلنا وسبع علو خص ضغط قرن. يبقى حروف الاستعلاء سبع حروف اللي هم خص ضغط قرن. يبقى الخاء مفخمة، والصاد أيضا مفخمة، والضاد مفخمة، والغين مفخمة، والطاء مفخمة، والقاف مفخمة، والضاء أيضا مفخمة. يبقى حروف الاستعلاء التي تفخم دائما هي حروف الاستعلاء اللي هي إيه؟ خص ضغط قر. تمام؟ يبقى ما هي الحروف التي تفخم دائما؟ هي حروف الاستعلاء، أي حروف التفخيم اللي هي خص ضغط إيه؟ خص ضغط القرن. تمام؟ أما الحروف التي ترقق تارة وتفخم أخرى، حرف اللام من لفظ الجلالة وحرف الراء. إزاي بقى؟ لفظ الجلالة إذا أتى ما قبله مكسور يرقق، أما إذا أتى ما قبله مفتوح أو مضمون يفخم. إزاي الكلام ده؟ تعال ما نشوف.
أما نيجي نقرأ قول الحق تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله. لفظ الجلالة هنا أتى ما قبله مضموم، يبقى لفظ الجلالة يفخم، اللام تفخم، نقول إيه؟ إذا جاء نصر الله، تمام؟ طيب، أما إذا أتى ما قبله مكسور يرقق زي إيه؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله، في دين الله، أدي لفظ الجلالة هنا إيه؟ مرقق، لأن أتى ما قبله مكسور. يبقى القاعدة بتاعتنا في لفظ الجلالة تقول إذا أتى ما قبله مفتوح أو مضموم فخمت، وإذا أتى ما قبله مكسور رققت. يبقى عرفنا متى ترقق اللام من لفظ الجلالة ومتى تفخم. معايا؟ الصوت واضح وتمام؟ كل فاهم؟ يبقى الموضوع بسيط ولا فيه صعوبية؟ احنا دلوقتي بنبحث عن الحروف التي تفخم تارة وترقق تارة أخرى. قلنا بأن اللام من لفظ الجلالة، مش أي لام، مش أي حرف لام لو لقينا قبل منه مكسور نرققه، لا. اللام طبعا زي ما احنا عارفين إن هو من حروف الترقيق قولا واحدا، ولكن اللام في لفظ الجلالة فقط. بنتكلم عن اللام فين؟ في لفظ الجلالة. يبقى لفظ الجلالة إذا أتى ما قبله مفتوح أو مضموم يفخم، أما إذا أتى ما قبله مكسور يرقق، كما أتينا بالأمثلة كعبد الله، أو لو إذا أتى ما قبله مكسور يرقق زي عبد الله أو دين الله، إنما لو جه اللي قبله مفتوح أو مضموم يفخم، تمام؟ يبقى لفظ الجلالة واضح، إذا أتى ما قبله مفتوح أو مضموم فخم، وإذا أتى ما قبله مكسور رقق. معايا؟ كلام واضح؟ ننتقل على حرف الراء الذي يفخم تارة ويرقق أخرى. قلنا بأن حرف الراء له حالتان، قد يفخم وقد يرقق، كما قلنا عن اللام في لفظ الجلالة. تعال بقى ما نشوف الأبيات بتقول إيه. الأبيات بتقول ورقق الراء إذا ما كسرت. يبقى نخلي بالنا أول حاجة إيه؟ ورقق الراء إذا ما كسرت. يبقى إذا جاءت الراء مكسورة يكون حكمها الإيه؟ الترقيق. أول حاجة للراء إذا جاءت الراء مكسورة رققت. أما نقول إيه؟ رزق ري، أو هنيئا مريئا، تمام؟ يبقى إذا أتى حرف الراء مكسور يرقق. كلام واضح ولا في غموض؟ الصوت واضح؟ اللي معايا وسامع الصوت يا ريت أعرف، بحيث إن أنا أعرف الصوت واضح ولا لأ، تمام؟ ماشي. يبقى إذا أتى حرف الراء مكسور يرقق، كما قلنا هنيئا مريئا أو رزقا وهكذا. طيب ده أول شيء، أورقق الراء إذا ما كسرت، ده أول حالة للراء أن تكون مكسورة. طب الحاجة الثانية، الكذاك بعد الكسر حيث سكنت. كذاك بعد الإيه؟ بعد الكسر حيث سكنت. يعني إذا جاءت الراء ساكنة وقبلها مكسور أيضا ترقق، زي كلمة إيه؟ فرعون. أدي الراء ساكنة واللي قبل منها إيه؟ مكسور. فرعون. يبقى أول حالة الراء ترقق وقت إيه؟ إذا جاءت الراء مكسورة. الحالة الثانية، إذا جاءت الراء ساكنة وقبلها كسر، كما في كلمة إيه؟ فرعون. وفرعون دي الأوتاد، ما نقولش وفر، تمام؟ هو بس المشكلة لأن إحنا بنرفع دلوقتي ملف في الأحكام التجويد بحيث إن تبقى العملية واضحة قدامك، فهو ده بس اللي ضاع في النت شوية. طيب يبقى إحنا دلوقتي بنتكلم عن إيه؟ عن حرف الراء. وقلنا بأن الراء تارة يفخم وتارة يرقق.
أول حالة من الترقيق إيه؟ إذا جاء الراء مكسور، يبقى لو لقينا حرف الراء تحته كسرة نرققه. تمام؟ الحالة التانية إذا جاء حرف الراء ده ساكن وقبل منه كسر، بس بشرط ما يجيش بعده حرف إيه؟ حرف استعلاء. العملية واضحة؟ زي كلمة فرعون. أما إذا أتى بعده حرف استعلاء يعني حرف تفخيم يضخم، زي كلمة فرقة أو كلمة نير صادة أو كلمة قرطاس وهكذا. الكلام واضح وتمام ولا مش واضح؟ ماشي، نرجع بقى للجذرية. بيقول إيه بقى؟ ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أدي أول حاجة أو الاستثناء، أو كانت الكسرة ليست أصلا. يبقى إحنا لازم يكون قبل منه كس، وكسر ده أصلي في الكلمة زي كلمة فرعون، ولازم إن يجي بعده حرف إيه؟ حرف استعلاء. طب لو اختل شرط من الشرطين دول يبقى إيه؟ يفخم. يبقى لو اختل شرط اللي هو مثلا حرف التفخيم، لو جه بعده حرف تفخيم يبقى يفخم. وأيضا إذا أتى قبله كسر ولكن هذا الكسر ليس أصلي وإنما كسر عارض، يعرف إن ده إيه؟ إن ده أيضا يفخم. زي كلمة إيه؟ إنيرتابيتم. إن هل الكسر بتاع النون ده هيك كسر أصلي ولا عارض؟ لو بصينا لحرف النون اللي هي إن هنعرف إن النون أصلها ساكنة إن، ولكن التقى ساكنين فتعذر النطق بهما فتخلصنا من الساكن الأول بالكسر. يبقى الكسر هيك مش أصلية وإنما كسر إيه؟ عارضة. وأيضا في من، أما نقول إيه؟ إلا من ارتضى مني. أدي النون هنا أصلها كانت ساكنة ولكن كسرت ليه؟ لأن الراء جاية بعدها لكنة. نقول من يبقى مفخمة لأن الكسرة بتاعت النون ديك إيه؟ ليست أصلية. ليست إيه؟ ليست أصلية وإنما عارضة. يبقى نرجع تاني لحرف الراء. قلنا الراء يكسر حينما يكسر قولة واحدة بيرقق، يبقى يرقق إذا جاء مكسور. يبقى لو الراء جت مكسورة نعرف على طول قولة واحدة، ما نبصش بقى اللي قبلها ولا اللي بعدها. يبقى إذا جاءت الراء مكسورة ترقق قولا واحدا. أما إذا جاءت ساكنة فإحنا بنبص للي قبلها واللي بعدها، يبقى اللي قبلها لازم يجي مكسور واللي بعدها ما يجيش حرف استعلاء. اتفقنا؟ يبقى ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. إن لم يعني ما يكونش جاي بعد حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست إيه؟ أصلا زي ما جبنا الأمثلة. بعد كده قال لك والخلف في فرق، كلمة فرق في سورة الشعراء اللي هي إيه؟ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال لك ده هي فيها اختلاف بين التفخيم والترقيق. يبقى فانفلق فكان كل فرق، إما إنك تقولها بالترقيق تقول فرق، أو تقول إيه؟ فرق بالتفخيم. اتفقنا؟ يبقى ناخد بالنا من الحاجات دي. يبقى فانفلق فكان إيه؟ كل فرق أو فرق، يبقى إما بالتفخيم وإما بالترقيق. أما كلمة فرقة ديت معروفة على طول مفخمة، نقول فرقة ما نقولش فرقة. كلام واضح؟ يبقى الخلف ده، تعالى اما نشوف بقى ليه اختلاف في كلمة فرق. قال لك طبعا احنا قلنا لازم يجي قبلها مكسور، وهنا فعلا جه قبلها ايه؟ مكسور. ماشي؟ واللي بعدها حرف استعلاء. يبقى من فخمها نظرا الى ان الحرف اللي جاي بعدها حرف ايه؟ حرف استعلاء. اللي هيقول فرق يبقى فخمها علشان ايه؟ علشان اللي جاي بعدها حرف ايه؟ استعلاء. طيب انما اللي هو هيرقق يقول فرق، قال لك لان حرف الاستعلاء ده هو مكسور والكسر يناسب الترقيق وليس التفخيم. اتفقنا؟ يبقى في ناس فخمت وناس ايه؟ رققت. ان اللي فخموا ليه؟
اللي فخم فخم على عشان اللي جاي بعده حرف ايه؟ حرف استعلاء، تمام؟ اما اللي رقق رقق على شيء، اظن الموضوع واضح يعني، ومش عاوز كلام كتير. اللي احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ في حرف الراء. ان الراء اذا اتى مكسور يرقق، اذا اتى ايه؟ مكسور. اذا اتى حرف الراء مكسور يرقق. طيب اما اذا اتى مفتوح ومضموم يفخم، تمام؟ اذا اتى حرف الراء اقول ربكم، قال بل ربكم رب السماوات، يبقى الراء هنا ايه؟ مفتوحه. يبقى اذا اتى حرف الراء مفتوح او مضموم يفخم. طيب لو جه ساكن بقى، بننظر إلى ما قبله أيضا، إذا أتى قبله مفتوح أو مضموم أيضا إيه؟ يفخم. واخدين بالنا من الحتة دي؟ يبقى النقطة دي سهلة ولا فيها صعوبية؟ بنتكلم عن حرف الراء، قلنا حرف الراء أتى الراء مكسور يرقق، أما إذا أتى ساكن بننظر إلى ما قبله، إذا كان قبله شرط أن يأتي بعده حرف الترقيق وليس حرف تفخيم. أما إذا أتى بعده حرف تفخيم يفخم، نقول مر صاد. تفهم؟ الصوت كويس تمام للتحليل؟ طيب يبقى إحنا عرفنا بنتكلم عن حرف إيه؟ الراء. الراء إذا أتى الراء مكسور يرقق ولا واحد، خلاص ما نبصش الحرف قبله ولا بعده. الراء مكسور نقول رزقة أو مريئة وهكذا. أما إذا أتى ساكن، دي المشكلة بقى، بنبص اللي قبله واللي بعده. لو اللي قبله مكسور واللي بعده جاي حرف ترقيق يبقى يرقق. أما لو قبله مكسور وبعده حرف تفخيم يفخم زي مرصادة وقرطاس وفرقتين. أما إذا أتى ما قبله مفتوح أو مضموم يفخم، تمام؟ تمام؟ أما نقول إيه؟ لله الأمر، الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر، يبقى الراء هنا مضمومة يبقى تفخم. أما الراء مكسورة نقول إيه؟ والسماء والطارق، ما نقولش والطارق، الراء مكسورة. انظري، لا فلننظري، ري الراء مكسورة، يبقى إذا أتت الراء مكسورة ترقق. يبقى خلاص اتفقنا، يبقى نرجع تاني للأبيات بتقول إيه؟ ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا زي ما احنا عرفنا. والخلف في فرق، كلمة فرق عرفنا فيها اختلاف بين الايه؟ يبقى يجوز لك انك تقرأها بالترقيق او بالتفخيم. تمام؟ وعرفنا اللي هيقرأها بالتفخيم هيقرأها ليه؟ واللي هيقرأها بالترقيق هيقرأها ايه؟ تمام؟ قال والخلف في فرق لكسر يوجد، والكسر عشان احنا قلنا ايه؟ حرف القاف مكسور، والكسر بالنسبة لايه؟ الترقيق. مشدد ما تخلوهوش يور منك، ما تقولش ايه؟ من رزق، لا ما تقولش مر، ما تخليش الراء تمر منك، لا هي الراء بتخرج راء واحده بس، من رزق. من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما، من رزق، ما تقولش مر، ما تخليش الراء ايه تتكرر منك كتير، تمام؟ يبقى ناخد بالنا من الحاجات دي. يبقى حرف الراء عرفنا متى يفخم ومتى يرقق، وعرفنا حرف اللام ايضا من لفظ الجلاله متى يفخم ومتى يرقق، تمام؟ أما الحروف المفخمة دائما فهي حروف الاستعلاء زي ما احنا قلنا. لفظ الجلالة مرققة دائما، يبقى دلوقتي كده دائما، والحروف التي تفخم تارة وترقق تارة أخرى. تمام؟ عرفنا يعني إيه تفخيم؟ التفخيم قال لك هو إيه؟ قوة وضخامة تدخل على الحرف فيمتلئ الفم
بصداه، صدى صوته لك، قال قال، وهكذا زي ما عرفنا. يبقى حروف التفخيم اللي هي قصه ايه؟ قصه ضغط الكم. قلنا دي كلها حروف ايه؟ مفخ. نتكلم في باب التفخيم والترقيق، وخاصه في حرف الراء، لان حرف الراء هو اللي فيه شغل شويه. قال ايه؟ ورقق الراء اذا ما كسرت حيث سكنت، ان لم تكن من قبل حرف ايه؟ حرف استعلاء، او كانت الكسره ليست اصلا، والخلف في فرق بكسر يوجد، واخف تكريرا اذا تشددوا، وفخم اللام من اسم الله لفظ الجلاله يعني عن فتح او ضم كعبد الله او عبد الله. يبقى لو جه قبل مفتوح او مضموم فخم. قال وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا الاطباق. يبقى حروف الاستعلاء طبعا كلها ايه؟ بتفخمها، وبالذات خاصة حروف الاطباق اللي احنا خدناها في صفات الحروف اللي هي ايه؟ الصاد والضاد والطاء والضاء. قال لك وصاد ضاد طاء ضاء مطلقة. يبقى تخلي بالك ان اقوى مراتب التفخيم اللي هي حروف الايه؟ الاطباق. لان الامام حسين عليهم ما قال ايه؟ وفخم وفخم اللام من اسم الله عن فتح او ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم وخصوص الاطباق. يبقى نفخم حروف الاستعلاء كلها، وهنخصص ايه؟ الايه؟ الاطباق، اي حروف الاطباق اللي احنا عرفناهم اللي هم الصاد والضاد والطاء والايه والضاء. قال لك الاطباق اقوى نحو ايه؟ قال والعصا. يبقى نفخم حروف الاستعلاء كلها، حرف القاف مثلا وحرف الصاد وهكذا. تمام؟ يبقى نخلي بالنا من موضوع التفخيم والترقيق، لان البعض منا بيخطا، وخاصه في حرف الراء. حرف الراء قد يكون مفخم ونرققه، وتاره يكون مرقق ونفخمه. يبقى نخلي بالنا وناخد بالنا من الحاجات البسيطه ديك، لان التفخيم والترقيق ده يعتبر من اهم ابواب الايه؟ التجويد ومخارج الحروف ايضا. تمام؟ يبقى ناخد بالنا من التفخيم والترقيق. طيب يبقى عرفنا حكم الراء، يبقى الراء المرققه قولا واحدا عرفنا بقى ما تكون ايه؟ مكسوره. اما اذا جاءت ساكنه بنبص ليه؟ اللي قبل منها، هل مفتوح ولا مضموم ولا مكسور؟ اظن الكلام ده كله ايه؟ واضح ومش عايز اي كلام كتير. طيب تعالى اما نشوف بقى الراء الموقوف عليها، لو احنا هنقف عليها بالسكون، وفي بعد منها ياء محذوفه، زي مثلا ايه؟ والليل اذا يسر، اصلها والليل اذا يسري، فهنا الياء حذفت، حذفت هنا الايه؟ الياء. هنقف عليها ازاي؟ الراء هتبقى ساكن، هتبقى مفخمه ولا مرققه؟ احنا طبعا قلنا التفخيم وقت ايه؟ اذا جاءت الراء ساكنه وقبل منها فتحه او ضمه. طيب يسر طبعا قبل ما فتح، لان قبلها ساكن، الساكن ده اللي يعتد به، احنا بنبص لحرف الايه؟ المتحرك، وقبلها حرف متحرك اللي هو الياء، يبقى تفخم. ده اول وجه لها. الوجه الثاني ايضا قال لك ترقق، لان بعدها يعتبر هي اصلا الراء اصلها مكسوره، وفي بعد منها ياء، ولكن الياء ده ايه؟ حذفت، في ياء محذوفه للبناء. يبقى لنا وجهين فيها، اما نقول والليل اذا يسر بالراء المرققة، أو نقول إيه؟ والليل إذا يسر. يسر. يبقى ناخد بالنا من الراء الساكنة اللي المفروض بعدها ياء محذوفة، أسري بعبادي ليلى أصلها، فأسري بعبادي ليلى أصلها، في هنا ياء محذوفة للبناء. يبقى أيضا لو هنقف عليها هنقول فأسر بالراء المشققة أو فأسر. تمام؟ وفي طبعا في كذا موضع في القرآن الكريم بكلمة أسر دي، يبقى في فأسر بأهلك بقطع من الليل، وفي فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، وفي واحدة ولا يلتفت، يبقى في موضعين اللي هما فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، وفي فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم.
وفي ايضا فاسر بعبادي اللي لسه متكلمين عنها، فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون. وفي ان اسري اللي هو لقد اوحينا الى موسى ان اسري بعبادي، ايضا اصلها اسري. يبقى ناخد بالنا من الراءات الساكنه ان المفروض بعدها ياء محذوفه للايه؟ للبناء. النوع الثالث، في نوع ثاني ايضا ان هي الراء الموقوف عليها بالسكون وقبلها ساكن مستعمل، وقبل الساكن ده اسر زي القطر. يبقى في الوصل طبعا مكسوره، لا احنا هنوصلها لان القطر طبعا الراء مكسوره، في الوصل عن ايه؟ هنرققها اللي هو واسلنا له عين القطر. هنمشي هنقول ايه؟ عين القطر ومنى. يبقى لو انا وصل خسرقك، انما لو نقف فيها التفخيم وفيها الترقيق. قال لك من رققها نظر الى ترقيقها وصلا، انها اصلا في الوصل ايه؟ مرققه يعني تحتها كسره. يبقى فيه راي قال لك انك ترققها علشان هي مكسوره، تقول واسلنا له عين القطر، وبعدين الحرف القاف اللي جاي قبلها مكسور ايضا. يبقى في راي قال لك ايه؟ انك ترققها في الوقف، تقول عين القطر القطر، تمام؟ وفي راي ثاني قال لك لا تفخمها. ليه؟ لان جاي قبلها حرف استعلاء اللي هو حرف التفخيم، القطر علشان يناسبوا مع بعض يبقى حرف مفخم وحرف مفخم، تمام؟ يبقى ناخد بالنا من حرف الراء إذا جاء ساكن. إذا جاء ساكن إما أن يكون في وسط الكلمة وإما أن يكون، تمام؟ طيب بعد كده في قال لك الراء الموقوف عليها بالسكون وقبلها فتح أو ضم، ساكن مثبوت بفتح أو ضم وهي في الوصل مكسورة، زي إيه؟ مثل قوله تعالى بالنذر، ماشي؟ دي قبلها ضمة طبعًا. الراء انا فاضل بالسكون واللي جاي قبل منها ايه؟ ضم. طبعا لنا فيها الواجب ايضا اما ان نرققها لان الراء هنا مكسوره برضك نظرا لانها مكسوره، او نفخمها ليه؟ لانها قبل منها ايه؟ حرف مضموم. تمام، يبقى احنا عرفنا ان في حرف الراء ده هو قد يفخم وقد يرقق له احوال تفخيم وترقيق. طيب اما اقول والعصر جاي مفخمها ليه؟ لأن طبعا جاي قبل منها إيه؟ حرف مفخم. وأيضا لها الترقيق لأن الراء هنا أيضا إيه؟ مكسورة. لو هنوصل ليه؟ والعصر إن. ولو هنقف لنا الوجه أيضا والعصر بالراء المرققة أو والعصر بالراء الإيه؟ المفخمة. قال لك فمن فخمها لم ينظر إلى حالتها في الوصف اللي هو بيفخم، ولا ماليش دعوة. هي اما اجي اوصلها مثلا تبقى مكسوره، بس انا لا انا ببص للوقت ما ببصش ليه؟ خلاص. اما اللي يرققها طبعا يقول لك ايه؟ لانها مكسوره، الاساس بتاعها مكسور، فاحنا بالايه؟ بنرققها. وفي ايضا في الراء المفخمه قال واحده قال لك التي تقع في ايه؟ تقع في غير المواضع السابق ذكرها، اللي هم الحاجات اللي انا قلناها، زي الراء المفتوحه طبعا، زي بربكم او ربي او ليس البر وهكذا، او الراء المضمومه زي يبصرون أو رزقوا لما رزقوا منها من ثمرة رزقه، أو الراء الساكنة سكون أصلي بعد فتح سواء كانت في وسط الكلمة زي مريم أو في آخر الكلمة مثل إيه؟ لا يسخر قوم من قوم. أو الراء الساكنة سكون أصلي بعد ضم سكون سواء بقى كانت في وسط الكلمة أو في إيه؟ أو في آخرها، وسط زي وقرآنا، أدي الراء ساكنة وقبل منها إيه؟ ضم. طيب مش عاوزين نلف وندور في الموضوع، إحنا عايزين نبسط الأمور جدا. احنا قلنا دلوقتي استفدنا من حرف الراء اللي هو مفخم مرقق، قلنا لو الراء ده جه مكسور خلاص يرقق على واحدا. لو جه ساكن نبص الحرف اللي جاي قبل منه، لو الحرف اللي جاي قبل منه مكسور بس بشرط ما يكونش بعده حرف استعلاء يرقق ايضا. اما اذا بقى اتى بعده حرف استعلاء يفخم، او اتى قبله مفتوح او مضموم ايضا يفخم. وعرفنا حرف الراء اللي هو ساكن اللي جه في نهايه الكلمه ونقف عليه، عرفنا ان هو يجوز فيه التفخيم والترقيق اللي هو زي مثلا يسري والفجر وبالنذر وهكذا والحاجات دي كلها والقطر.
تمام، يبقى حرف الراء دلوقتي وضح ولا نوضح اكتر؟ اللي عاوز يسأل سؤال دلوقتي حالا في التفخيم والترقيق يتفضل، اللي عنده اي سؤال او اي استفسار في باب التفخيم والترقيق يتفضل. تمام، يعني نطبق عليه من القرآن الكريم. احنا كنا واقفين في التطبيق على سورة الطارق، النهارده ان شاء الله هنطبق في سورة ايه؟ الاعلام. هنبدأ قراءة من سورة الاعلام معايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. حد عاوز يقرأ سورة الأعلى؟ اللي عاوز يقرأ سورة الأعلى يتفضل. فمن يستطيع ومن يريد قراءة سورة الأعلى فليتفضل مشكورا. طبعا احنا هنا كلنا بنتعلم مع بعض، يعني ما فيش حد يخجل، ما حدش يتكسف يقول لا ده انا هغلط، لا ده لا طبعا، ده انت المفروض انك حتى يعني من الافضل انك ما تتكسف من ايه؟ اقرا بحيث ان الاخطاء اللي عندك نبتدي ان احنا نوضحها، تعرف اخطاءك فين وتصلحها. طبعا ما فيش خجل، كلنا اخوات هنا ان شاء الله. فاللي عاوز يقرا اتفضل، ما حدش عنده استعداد. درس اليوم طبعا ان شاء الله موجود مسجل، ان شاء الله هيسجل ويبقى موجود ان شاء الله على منطقه الدارين باذن الله. على اتفضل، انا هبعت لحضرتك المايك حالا. اتفضل اخبري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن. اتفضلي. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، يسرك لليسرى، ماشي يا رب، فتح الله عليك، بارك الله فيك. تمام ان شاء الله، يعني في تحسن جامد، ونحاول ان احنا نتابع مع بعض دايما. هي بعض الاخطاء البسيطه، يعني هي مش اخطاء كل الدرجه، ولكن يعني نحاول بس ان شاء الله ان احنا ناخد بالنا طبعا من التفخيم والترقيق. وقلنا طبعا ان حرف الخاء مفخم دائما، وما يخفى مش ما يخفى، والمرعى مش المرعى، يعني ناخد بالنا من ايه؟ حروف التفخيم والترقيق، هو طبعا اللي احنا كنا بنتكلم عنه النهارده. نسمع مع بعض تاني سوره الاعلى علشان نصلح الاخطاء اللي هي في حرف الراء، قد مثلا حرف الراء ساعات بيكون مفخم وبنرققه،
يكون ملقح اذن فخمه. نسمعها تاني كمان مره. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الاعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله، انه الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. تعرف لما نحاول إن احنا نستخرج الأحكام اللي احنا خدناها في سورة الأعلى، أقول سبح اسم ربك الأعلى. ربك هنا الراء مفخمة ولا مرققة؟ ربك، سبح اسم ربك، طبعا الراء هنا ايه؟ مفخمة لأنها مفتوحة. تمام يا شباب، انت كنت هتكتب من عارف، ها يبقى تمام. الراء هنا ايه؟ مفخمة. يبقى الراء مفخمة ليه؟ لأن الراء مفتوحة. نقول سبح اسم ربك الأعلى، يبقى الراء هنا مفخمة. الذي خلق فسوى، خاء، الخاء مفخمة. أما اللام مرققة، احنا قلنا اللام لفظ الجلالة بس اللي طرة تفخم وطرة ترقق، أما اللام أي لام تانية لا، مرققة قولة واحدة. نقول إيه؟ الذي خلق، ما نقولش خلق غلط، ما نفخمش اللام، لا. نقول إيه؟ الذي خلق، والقاف مفخمة أيضا زي ما احنا عرفنا، قصة ضغط قرد، ده حروف كلها مفخمة. فسوى ماشي، والذي قدر ايضا الراء مفخمه لانها مفتوحه. تمام، نقول ايه؟ والذي قدر فهدى، والذي اخرج، خدناها في احكام المد والقصر، قلنا والذي اخرج ده اسمه مد منفصل، لانه حرف المد اتى في كلمه والهمز اتى في كلمه اخرى، والذي اخرج المرء. وايضا كلمه المرعى، ما نقولش مرعى، لا، العين مرققه دائما. احنا ما هي طبعا قلنا حروف التفخيم اللي هي فصل الكف، والباقيين حروف اللي هي التنقيق ما عدا اللام والراء. يبقى نقول ايه؟ المرعى، ما نقولش الماء، المرعى غلط. الصوت مش واصل؟ الصوت واصل ولا مش واصل حاليا؟ الصوت تمام ماشي. نقول ايه؟ المرعى، ما نقولش المرعى، ما نخليش الميم مفخمه ولا العين مفخمة، لا، نقول الماء، نرقق الميم ونرقق أيضا العين. أما الراء هي اللي تفخم، ليه؟ لأن الراء هنا جت ساكنة وقبلها فتح، وإحنا قلنا لو جت ساكنة وقبلها فتح نعرف إنها إيه؟ مفخمة. نقول إيه؟ المرعى، ما نقولش المرعى، ناخد بالنا من الحتة دي لأن بنخطأ فيها كتير. الماء، المرعى، المرعى. تمام؟ فجعله غثاء أحوى، طبعا غثاء فيها مد متصل وفي تنوين على الهمز، وجاي بعدها وجاي بعده همز تاني، يبقى نعرف ان ده اظهار حلقي. سنقرئك، القاف على سكنه، واحنا عارفين انها من حروف الايه؟ القلقله. همزه مضمومه، الهمزه ايه؟ مضمومه على ضمه. يبقى نقرأها ازاي؟ سنقرئك، وصلت؟ سنقرئك، سنقرئك، ما نقولش سنقرئك غلط.
سنقرئك فلا تنسى إلا ما. مد متصل اجتمع حرف من حروف المد والهمز فين في كلمة واحدة. إنه يعلم ويعلم إلا ما شاء الله. ما شاء الله كمرح إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر. رأينا أيضا مفخمة لأنها مفتوحة. ما تقولش الزهرة ما تفخمش الهاء نقول ده الزهر. الزهرة تمام. ما تقولش الزهر. الزهر غلط. الجيم مرققة يا الهاء أيضا إيه الزهرة. وما يخفى ونيسرك. هنا مضمومة يبقى نعرف إنها مفخمة. ونيسرك لليسرى. وأيضا الراء مفتوحة نعرف إنها مفخمة. طب تذكر الراء هنا هترقق ليه؟ لأن الراء هنا جت ساكنة وقبل منها مكسور يبقى جاي بعدها حرف تعلاء. قلنا إيه؟ فذكر إن ما نقولش ما نقولش مثلا فذكر نفخم الراء غلط. لا فذكر إن نفعت الذكرى. أدي الراء جت مفتوحة خلاص ما نبصش اللي قبلها. لا يبقى الراء إذا أتت مفتوحة تفخم. سيذكر الراء ايضا مضموما تفخم. مضمومة هي تفخم. سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار. ما نقولش النار ما تفخمش النون. لا الذي يصلى وما نقولش يصلى. ما نقولش يصلى النار. لا غلط. الذي يصلى يصلى